المغرب صيفطوا لنا الطيارات باش نرجعوا قبل ما تبدا الحرب. بالحق الحاجه اللي ما عارفيناش بزاف ديال الناس هي انه الى مشينا تخرجنا من هنا في ديك الفتره فاش صيفطوا لنا الطيارات كنا غنمشيو غيديروا لنا الطرد في الجامعات ديالنا، يعني السفاره ما نسقوش مع الجامعات باش حنا غنمشيو وما يوقع لنا والو. كاين اللي ضرب 4 سنين 5 سنين في الطب في تخصصات اخرى، يعني بنادم وكل عام كيخلص بنادم بزباب ديال الفلوس، ما يمكنش بنادم غيرجع للمغرب وغيضيع في داك السنين كلها اللي قرا. ورا الله يكون في العوان، عارفين الظروف ديال كل واحد. انا شخصيا ما رجعتش، شدت ذاك البلاغ، شفت الطيارات جاوا وما جاتنيش كاع الفكره باش غنرجع، لانه انا كنخلص بالعام، كنمشي كنخدم كنجي كنخلص بالشهر، ماشي بالعام، كنخلص بالشهر باش نخلص العام الدراسي ديالي. كل شهر كنخلص واحد الطريطات. الا مشيت للجامعه قالوا لي الا مشيتي بحالك غادي نديروا لك الطرد، ما غادي تصور والو، اما خلص كل شيء في خطره، اما غادي تمشي بحالك، اما غتمشي بحالك وغتبقى في بلاد كل عاود فيزا جديده. الا بغيت نعاود فيزا جديده غتخصك واحد 4 ديال المليون ولا 5. حنا ما عندناش الجهد لهذا الشيء. انا شخصيا حاليا احنا ما دابا مع الحرب ما خدامين ما والو، الحمد لله ملي جينا وحنا خدامين وكنقراو وكنتقاتلوا باش نخدموا ونقراو ونخلصوا قرايتنا والمعيشه ديالنا والماكله. ما كانش الاستطاعه ديالي شخصيا باش نرجع انا للمغرب، حيت جاتني صعيبه بزاف ديك الفتره. يلا كانوا عندي الفلوس باش غنخلص الشهر ديال القرايه والشهر ديال السكن ديالي في الحي الجامعي، ما عنديش شي حاجه اكثر، وكنخرج نخدم باش نجيب عاود ما ناكل. يعني ما يمكنش انا غنمشي للمغرب وغادي يديروا لي الطرد وفاش نبغي نخرج من المغرب ما غتكونش عندي فرصه اخرى باش غادي نرجع من تماك نهائيا. يعني شي حاجه انا صعيبه عليا بزاف. انا الوالدين ديالي ما في حالهمش، الله يكون في العوان، حنا عايشين في الجنوب الشرقي اقليم فيقيك، الله يكون في العوان. وهذا هو السبب اللي مخلي بزاف ديال الطلبه اصلا ما يرجعوش للمغرب. راه الله يكون في العوان لكل واحد. السلام الله عليكم وتحيه لجميع متابعي ومشاهدي قناه عثمان برشلونه في كل مكان، ودائما وابدا كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير احسن الاحوال. خوتي كما عارفين الاوضاع لا تبشر بالخير باوكرانيا، حوالي 10,000 طالب مغربي عالق باوكرانيا تحت القصف الروسي. ومن بين هاد 10,000 كاين الاخ عبد المجيد اللي هو طالب مغربي باوكرانيا تخصص كره القدم، اي التدريب، اللي كيحكي الظروف الكامله وبالتفاصيل علاش كاين واحد العدد من الطلبه اللي ما بغاوش يرجعوا في الرحلات اللي خصاتها الحكومه المغربيه لاجلاء الطلبه العالقين باوكرانيا. يعني كاين توضيحات جد مهمه كيحكي على الحاله الاجتماعيه والظروف ديال هاد الطلبه والعائلات ديالهم والاسباب علاش ما بغاوش يرجعوا، كيهضروا على ضمانات لانهم المهم من الاحسن من الاحسن يعني ما نهضرش بزاف. وكيجاوب كذلك على البلاغ الاخير اللي نزلاته السفاره المغربيه بكييف باوكرانيا، اللي البلاغ هو هذا. المهم حتى هو راه توصل بالبلاغ وغادي يوضحنا مزيان، انا ما باغيش نطول اخوتي في الكلام بزاف. المطلوب وهو اللايك والبارتاج، بغينا حل هاد الطلبه. وكذلك الاخ عبد المجيد كيطلب منا المغاربه ندعيو مع هاد الطلبه. كاين اللي غادي يمشيو لان السلطات المغربيه كتقول للطلبه اللي متواجدين حاليا باوكرانيا انهم يمشيو لهاد النقاط الحدوديه ديال رومانيا هنغاريا وسلوفاكيا، حيث سيتم انشاء خلايا الاستقبال والمرافقه. وهنا كاين كما كتشوفوا هنا في الصوره كاين الهاتف من المغرب وكاين الهاتف يعني من اوكرانيا. ندعيو مع هاد الاخوان والاخوات يعني اللي مشاو يطلبوا العلم باوكرانيا. المهم اخوتي بغيت نشكر اخويا عثمان برشلونه اللي عطاني الفرصه باش نتواصل معاه وباش نستفسر على الوضعيه ديالي والوضعيه ديالنا كطلبه هنا في اوكرانيا. شكرا اخويا عثمان، تحياتي لك، الله يحفظك اخويا. السلام عليكم ورحمه الله الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم عبد المجيد الصابا، طالب في اوكرانيا في مدينه اوديسا، داير تخصص ديال كره القدم تدريب. المهم اخوتي كما العالم كله كيعرف وكما كتعرفوا بلي الاوضاع هنا لا تبشر بالخير، الرواسة دخلوا هاجمين على اوكرانيا. المهم لا هنا كلشي كيشهد، هاد البلاد كتشهد واحد الحاله من الدمار صراحه بسبب الصواريخ ديال الصواريخ والقنابل وسبب الجيش الروسي. المهم حنا في واحد الحاله من الذعر، مخلوعين بزاف وخايفين، وكل مره كنقولوا راه بحال والو غادي هي غاد المره غنتضربوا، هاد المره غنتضربوا. المهم
عايشين ومخلوعين وكل مره موسوسين، ما كان خرجوا ما كان ديروا حتى شي حاجه. المهم اخوتي، هذه الرساله بغيت نوصلها لكم باش تعرفوا كي دايره الاوضاع هنايا. وغادي نهضر على واحد النقطه اخرى اللي هي علاش ما رجعناش للمغرب، فاش السفاره خصوا لنا طائرات. ويا عبد المجيد، دابا عاد سمعت الفيديو ديالك كامل. دابا من اللي فهمت انا من الكلام ديالك هو ما باغيش ترجع ياك، او لا اذا رجعتي يعني خصكم ضمانات، ياك خصك الضمانه ديال الرجوع. يعني ما كانش تنسيق مع السفاره المغربيه ومع الاوكرانيين ياك باش يضمنوا لكم الرجوع. هادشي اللي بغيتي توصل انت ياك. ودابا حاليا مثلا اذا جاوا باش يهزوكم من تما، انت ما غاديش ترجع. اذا واخا كاين الحرب يعني ما ترجعش حتى يضمنوا لكم الرجوع لاوكرانيا. ولكن دابا حنا ما عرفناش هاد الحرب كيفاش غادي تسالي اخويا عبد المجيد. اخويا عثمان، انا نقول لك دابا المشكل اللي عندي، انا دابا الا مشيت للمغرب دابا كنخلص انا القرايب شهريا، فهمتي؟ حيتاش كما قلت لك انا ما عنديش الفلوس باش نخلص الدار، ما كيصيفطوا لياش باش نخلص زعما عام كامل نيت وكنتهنى كنمشي كنخدم كنجي كنخلص القرايه ديال الشهر، فهمتي؟ دابا شهر جوج فاش جمعت فلوس وما خلصتوش، ما خلصتش شهر جوج حيتاش دابا كاينه الحرب. بالحق غادي ندخل شهر ثلاثة غيسولوا فيها غيقولوا لي راك ما خلصتيش انت ومشيتي للمغرب، خصك تجي للجامعه، خصك تجي باش تخلص، خصك تجي تاخذ الورقه من الجامعه باش تمشي تخلص في البنكه قدا وقدا. يعني الا ما خلصتش غادي يديروا لي الطرد، هذه واضحه جدا. يعني دابا الجامعات الا بغينا نمشي والجامعات سد، الا بغيت نمشي باش نهز الوراق ديالي اول حاجه، والا هزيت الوراق ديالي يعني صافي راه نعرف راسي راني مطرود، فهمتي اخويا؟ انا واخا تكون الحرب واخا يكون لي مكانش، خصني كيفاش خصني نتاكد باللي غنمشي للمغرب وما غاديش نبقى في المغرب، باللي غنرجع باش نتقاتل على المستقبل ديالي. اخويا عثمان، هاك انا حيت الا مشيت للمغرب اخويا راه ما نقدرش نخرج. انا عارف الظروف ديالي كي دايره، عارف عائلتي الله يكون في العون، ما كاينش منين غنجيبو حتى ريال باش غنخرج من تما. هنا بعدا راني مصوفي راسي، والله الا مصوفي راسي راه كنخدم جوج الخدمات، كنخدم بالليل وبالنهار وكنحاول نتقاتل نقرا وندير باش نرجعو بيدينا عامرين للمغرب، نرجعو بشي انجاز ان شاء الله، بعدا نرجعو قاريين ولا نرجعو المهم خدامين ولا شي حاجه. اما باش غادي نرجع لتما وما نعاودش نخرج صعيبه عليا بزاف، ما نقدرش حيتاش نيت الحلم ديالي غادي كنحس براسي كنضيع. ودي اخويا اجمل، هذا ما كان انا شخصيا هادشي اللي كنقول. قال لك السفاره، قال لك المملكه المغربيه تدعو كافه المواطنين المغاربه المقيمين الذين اختاروا المكوث فوق التراب الوطني. حنا ماشي اختارينا المكوث، حنا ما عندناش حل اللي هو النس حل معقول باش غادي نرجعوا للمغرب ونخليو الدراسه ديالنا ونخليو الاشغال ديالنا ونخليو اي حاجه. حنا بغينا نرجعوا للمغرب، بالحق ما كاينينش الامكانيات، ما كاينش شي حل نيت اللي غيخليك تمشي وتضمن مستقبلك. انا هنا جالس ونضحي ومغامر بحياتي باش نضمن المستقبل ديالي، ماشي غنمشي للمغرب غنرجع غنبقى تماك حياتي كلها. انا ما يمكنش، انا ما كنتصورش غنمشي نمشي ما عندي ما ندير تماك. انا هنا كنخدم وكنقرا، كي غندير ما عرفش. المهم انا هضرت هادشي اللي عندي راني قلته شخصيا، والاغلبيه ديال الطلبه هادشي اللي كيعانيو منه. المهم نتمنى ما نكونش طولت هاد الفيديو هذا. دعيو معانا ان شاء الله، الله يدير لنا اللي فيها الخير. وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم. انا راه كندير دي لايف، دخلوا تفرجوا شوفوا الاوضاع كي دايره، حنا نشوفوا ان شاء الله نلقاو شي حل باش نحميو راسنا ونكونوا بخير وعلى خير. وتحياتي لكم وتهلاو لي فراسكم. ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع تتمات الفيديو ديال الاخ عبد المجيد. تهلاو لي فراسكم، جمعه مباركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.